هو كده خلينا نقوم فوق مع بعض وهنا ماشيين نستقبل السيد العريس وانا اتوقع انه هيكون في زخاريت رهيبه في الزمن ده. ف my brother DJ you are most welcome. Original God, may you reign forever. Original God, may you reign forever. I praise your name, may you reign forever. I bless your name, may you reign forever. Original God. Yes, let's celebrate. خلينا نحتفل. خلينا نحتفل بزخاريت للعريس بتاعنا الوسيم باش مهندس ليام جون. You are most welcome, my team. خلينا ندي صفقة صفقة شديد صفقة وهتاف. لأنه العريس ده مناسبة لأسس الرب. You are most welcome. You are most welcome. Thank you so much. Thank you so much for your coming. My life is permanent. Anointing is permanent. Healing is permanent. Salvation is permanent. Favor is permanent. Mercy is permanent. Whatever you do lasts forever. Whatever you say lasts forever. Whatever you touch lasts forever. Original God. Pastors also will go and receive them. Machine Stumble Arusa. My team is here. Khalina Natrapa. The Zaman there. Lano Khalas, the Zaman without a Farah, the Zaman without a Lehtifar. In Irish, Rabana, Yahazufi Yombedara Lela. Kitamu Khadas Bigul. من يجد زوجة يجد حاجة صالح من يجد زوجة يجد خيرا من عند الرب وينال الرضا من عند الرب. Whoever find a wife find good things and receive favor from the Lord. So my brother and my dear colleague and friend, is my honor to be here and to say you find something good before the Lord. So ehna gana jehis wa team hasa tata al-arusa al-jamila ya jaya house bas fi wakida ina najehis nafusna ashan kamantane rah nagum fok ashan nistakbal al-arusa wal-shabinat wal-wazira.
كويس في وقت ده خلينا مع بعض نقوم فوق كلنا تقديرا واحتراما لعروستنا الجميل وفي وقت ده كمان انا بقول للدي جي أبانا شكرا لأن هذه عظمة عشان هم يكرموك في وسط بتاعهم شكرا من أجل كل نفس أمامك ربنا عشان ده يوم خاص جدا احنا بنرحب بالعريس الباش مهندس ميام جون والعروسة الجميلة الويلة دور
خلينا نديم صفقة في حضرة الرب وندي كمان صفقة للشبائن والشبينات وكمان لكل من حضر من الأسر خلينا ندي صفقة. يقول كلمة الرب في مزمور 133 هذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. الجزء الأخير من الآية 3 بيقول هناك أمر الرب بالبركة. فالليلة في التجمع بتاعتنا ده ربنا أمر أوريدي بالبركة. ما ماشي نشيل زمن في وقت ده قبل ما ندي الكنيسة يفتتح أنا دار ندي كلمة بتاع الترحيب أولا من ممثل الأسرة عشان يجي يرحب بنا. ماشي ندي فرصة دل للأخ أندريا جون توج عشان يجي يرحب بنا. الأخ أندريا أنت مرحب في الوسط. خلينا ندي يا شكرا ماما دي صفقة. باسم الثالوث الأقدس أمين. أنا بشكر كل الحضور والمقاماتهم السامية والشكر الأكثر للعريس والعروسة من قولهم بيت المال واليال وربنا يباركهم لأنه مكتوب في التكوين لذلك يترك الرجل آباءه وأمه ويرتبط ويرتبط بزوجته فالحياة الزوجية دي حاجة كويسة لحفظ النوم للانقراض عشان نحن الأطفال اللي بيجيبوا بنشوف فوقه صورة الله. فأتمنى بيت بتاع ميوم والويل يكون بيت بركة ويلدوا لنا أطفال يمجدوا ربنا وشكرا لكم. شكرا كلمات قوية ومختصر. احنا بنشكرك الأخ أندريا من أجل كلمات المشجعة والمبارك. في وقت ده قبل ما نبتدى طوال بمراسيم خلينا نعرفكم عن كنيسة الليلة جاي يعمل الخدمة. احنا كنيسة اسمه خدمات إعادة البناء العالمية Rebuilding Ministries International. احنا كنيسة مسجلة مجلس بتاع كنائس الانجليكانية في جنوب السودان. كنيسة بيؤمن في ثالوث. فالمؤسس مطران حقنا بول دينج جشوا ببارك الإيريس وبقول لنا إنه أنا معكم. في وقت ده كمان أنا دار نعرف التيم الجاي يعمل مراسيم ده قساوسة بتاعة كنيسة خدمات لإعادة البناء والحيد كوتا حقنا طبعا في جريروكون في هاي ملكية وعندنا برانشز في أماكن مختلفة. الماشي يعمل مراسيم دق السيس مناس واجا ياو في شمال في ترابيزا جنبه طوالي القسيس الماشي يعمل كلمات بتتشجيع والوعظ قسيس بيتر كيك قلوك ده ياو اليمين لترابيزا كمان معنا ماما ايفون المدام تا قسيس مناس واثنين مرنمين الأخت أجا مكوي والبرادة أرثر ديل الجينة سويا وكمان القدام بتاعكم قسيس ماكوربار وأنا لي شرف عشان اتلازمت مع العريس فترة في الدراسة وده شرف كبير كمان. سو في وقت ده أنا داير نرحب قسيس خلينا ندي صفقة لقسيس مناس لأنه جاي يبدأ طوال المراسيم. So this is your most welcome.